وبعد ذلك انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 22159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 1321 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنبي الهندي، قدمه السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية. ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنبي الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، وهي أقاليم الحسيمة وشفشاون وتونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنبي الهندي. وفي سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مواكبة طالب الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله، وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية. وسعيا من الحكومة إلى تفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها. ومن ناحية أخرى، يؤهل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصحة والتجارة والصناعة حسب الحالة لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل ورخص إنشاء المشاتل وكيفيات منحها. وتشمل القرارات ذاتها أيضا تحديد نسبة رباعي إيدروكانابينول ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 1321 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح داخل الآجال القانونية بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.